An agent with the FBI has been abducted. She's my daughter. Everyone expected a response from Washington. What kind of trouble will this cause him? The devastating kind. You don't have any idea what you're asking for. I want some answers now. It's a scary thing, this weapon that I've been given. In disguise, no one knows. Things are about to get serious. Black holes. To avenge someone, to show somebody you love them. ايه زيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه الموسم الثاني من مسلسل ذا اولد مان. من الممثلين اللي رجعوا لبطوله الموسم الثاني جيف بريدجز وجون ليثجو وعلياء شوكت، واللي كتب المسلسل جوناثان شتاينبرغ. الموسم الاول كان مكون من 7 حلقات ونزل يوم 16 يونيو سنه 2022، اما الموسم الثاني مكون من 8 حلقات ونزلت اول حلقتين يوم 12 سبتمبر سنه 2024. فالمراجعة دي هتكون بالنسبة لأول حلقتين من الموسم، واللي حابب يتفرج على مراجعة أول 4 حلقات من الموسم الأول أنا سايب اللينك تحت في الديسكريبشن. قبل ما ابتدي المراجعة حابب أقول إنه هيكون فيه حرقة لنهاية أحداث الموسم الأول، فاللي ما شافش الموسم الأول يسيب المراجعة ويروح يتفرج وبعد كده يرجع يكمل الفيديو. كالعادة وفي آخر كل مراجعة حابب أقول كلمتين، فاللي عايز يسمعهم يستنى لآخر الفيديو أو يجري المراجعة ويسمعهم. بتبتدي احداث الموسم الثاني بعد نهايه احداث الموسم الاول، وبعد ما خطف احد امراء الحرب الافغان عميله الاف بي اي انجيلا، فحصل تحالف وتعاون غريب بين دان تشيس وهارولد هاربر وتسللوا للاراضي الافغانيه علشان ينقذوها. بعد ما كان هاربر بيحاول بشتى الطرق في الموسم الاول في انه يتخلص من تشيس، لكنهم اتحالفوا مع بعض بسبب هدفهم المشترك. فاول ما تسللوا للاراضي الافغانيه في عربيه نقل حصل عليهم هجوم وضرب نار بشكل كثيف، وبيبتدي احداث المسلسل. بيرجع الموسم الثاني بطريقه عرضه للاحداث اللي دايما بتكون مثيره وجميله كالعاده وغريبه في نفس الوقت، علشان المره دي ما كانش بيتنقل بين الماضي والحاضر زي الموسم الاول بس، لكنه اضاف في الموسم ده ان الاحداث اللي بتتعرض في نفس الزمن ما بتكونش متواليه زي بقيه المسلسلات، لكنها كانت طريقه غريبه، وبعد ما بتكمل الحلقه بكتشف ان هي طريقه متناغمه وممتعه. وبرغم ان برضه مشاهد الحركه والقتال كانت قليله الا انها اتعرضت بصوره مبهره وخلتني اسال نفسي تاني ازاي صناع المسلسل نفذوا المشاهد دي، علشان في الحلقتين اللي شفتهم كانوا محتفظين بنفس الجوده اللي عودوني عليها. اما بالنسبه لمستوى الاداء التمثيلي عامه في المسلسل ده مش هتكلم كتير بالنسبه لجيف بريدجز او جون ليثجو عشان اتكلمت عنهم في الموسم الاول، لكن مفاجاه الموسم ده كان الاداء التمثيلي الرائع لجاكلين انتراميان في ادائها لدور خديجه. فبعد ما كان ظهور الشخصيه محدود جدا في الموسم الاول، احتمال كبير ان الشخصيه دي هتكون هي بطله الموسم الثاني. والمفاجاه الثانيه برضه كان الاداء التمثيلي لارتور زاي باريرا في شخصيه عمر، فالشخصيتين دول اضافوا بعد جديد ومثير في احداث الموسم الثاني. ومن المشاهد اللي عجبتني في الحلقتين كانت المشاهد اللي بتجمع ما بين علياء شوكت في شخصيه انجيلا ونفيد نيجابان في شخصيه فراز حمزد، علشان في المشاهد دي كان اداء علياء شوكت اقوى ومقنع بدرجه كبيره عن الموسم الاول. اما بالنسبه للعيب الوحيد اللي لاحظته في الحلقتين انه كان في مط وتطويل طفيف في الاحداث. خلاصة الكلام، الحلقتين الأولى من الموسم الثاني من مسلسل The Old Man أتمنى إنه يكمل بنفس المستوى وما يكونش بنفس مستوى ال3 حلقات الأخيرة من الموسم الأول. تقييمي للحلقة الأولى والثانية من الموسم الثاني من مسلسل The Old Man هو 8/10. واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب، عجبهم ليه؟ واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وقبل ما اقول سلام، اللي متعود يدخل السينمات عشان يتفرج على افلام اجنبيه او مشترك في منصات اجنبيه يا ريت بلاش، عشان المنتجين بياخدوا فلوس كنتو وبيتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها. فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شويه لحد ما الفيلم ينزل على المنصات المجانيه ونتفرج عليه. وبعتذر ان طولت عليكم. سلام.